بقى في صميم عملك أعلم أنه وافقت وحضرت إلى القاهرة، وكان لك بعضا من الطلبات وما كانتش بتتنفذ قوي، لكن كانت في لحظة حاسمة أو جلسة حاسمة هي جلستك مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. احكي لي على الجلسة دي وفرقت إزاي معاك في شغلك. بشكل مبسط جدا لقد كنت محظوظا بأن ألتقي بكابتن محمود الخطيب، إنه رمز كبير. الأهلي هو مؤسسة كبيرة، هو الأهلي يديره مجموعة من النجوم الذين حققوا المجد في كرة القدم المصرية. بالنسبة لي هذا أمر مهم، وهذا أمر لا يوجد في أوروبا. في أوروبا قد لا تجد إلا نجم واحد مارس كرة القدم وكان نجما في كرة القدم يدير فريق ما. لا توجد إدارة كاملة وبنية إدارية كاملة تدير ناديا به الكثير من الأساطير السابقة الذين حققوا المجد في عالم كرة القدم، كمثل كابتن محمود الخطيب وكابتن شادي محمد الذي يعمل معي في فريق الكرة النسائية. جميعهم حققوا المجد في عالم كرة القدم المصرية سواء مع الأهلي أو مع المنتخب الوطني، والآن هم يديرون هذه المنظومة الكبيرة. بالنسبة لي هذا أمر كبير، وكنت محظوظا بأن أحظى بهذه التجربة، وهذا هو الفارق ما بين الأهلي وغيره من أندية. في الأهلي هناك أساطير حققت كل شيء في اللعبة، هي ما تدير هذه المنظومة.